كل مهندس محمود قصراوي، اليوم بدي احكي لكم عن تنفيذ الصرف الصحي بطريقه عمليه ودقيقه، واخص بالذكر الزاويه 45 درجه، كيف بتبدا وين بتنتهي. امثله: زاويه 45 درجه في الخط الفرعي من الواي، والزاويه 45 درجه في الخط الفاتح ال 45 درجه. نبدا بطريقه حساب المثلثات. نجيب مخطط الميكانيك والشوب دراوينج عشان نسقط سنتر التصريف على الارض. نشوف المسافه من المرجع اللي هو الخيط للفينش لاير اللي هو البلاط، انا عندي 3 سم. بعدين بروح على مخطط الميكانيك بشوف المسافه من السنتر للفينش لاير اللي هو وجه البلاط، انا عندي 22 سم. انا عندي من المرجع لسنتر صرف المرحاض 25 سم، هي ثبتهم وحطيت بين. قاعدة بتحكي لنا لما يكون عندي زاويه 90 45 45 يعني الضلع A يساوي الضلع B. الوتر شو بيساوي؟ بيساوي الضلع A أو الضلع B ضرب 1.414. عشان أشتغل على طريقة حساب المثلثات راح أحتاج رأسين مثلث، هي رأس وهي رأس مثلث، وزاوية 90. شغل الليزر عشان أعرف امتداد الماسورة. كيف أعرف سنتر الماسورة بالضبط؟ بركب الواي وبوزنها. في هنا دائرتين، الليزر يقاطع الدائرتين في المنتصف، انا هيك بحصل على امتداد الماسوره لكل الحمام. هيك خلصت وظيفه الواي. بفكها، راس المثلث الاول طلعناه، الزاويه 90. انا هسه بدي اطلع الزاويه 90 وبدي اطلع طول الضلع A عشان اعرف وين موقع راس المثلث. انا بحب دائما اشتغل على رقم 10 عشان اسهل لي من الشغل في هاي. هيك انا اوجدت الزاويه 90 اللي هو تقاطع الليزر مع المتر، وجدت المسافة بين الزاوية 90 ورأس المثلث اللي هي طلعت 51، وفي 10 زيادة يعني 41، يعني رأس المثلث الثاني ببعد 41 سنتي. هو أصعب شيء دائما تحديد الزاوية 90 ومن وين بيبدأ صفر رأس المثلث الثاني. أما هي صفري اللي هو البن، هذا بفتح 41، 41 هون عكسناها هون من الزاوية 90 لرأس المثلث. كون مركب الواي في المفة وبرسم خطي، أنا هاي خطي، يعني عرفت قديش مسافة التشريح، وبقيس 34.8 ميلي زائد 9 سنتي راح يدخلوا هون 42.8 ميلي. 41 ضرب 1.4 1.4 بطلع 58. هاي عندي بالضبط 68 ناقص 10 58. طلعت المسافة هاي سهلة. أنا مختصرة حالي كذا خطوة، يعني أنا جايب مفة قطرها نفس قطر الكود، فاللي بيطلع علي أقيس المسافة هاي فقط، رح تطلع معي كم؟ 38.5. وهيك حصلت على نتيجة دقيقة مليون بالمية. هاي سنتر الصف عندي على 25. في طريقة تانية نتحقق، بشوف من الخيط للجدار أنا عندي كم؟ 3.5، 3.5 زائد 25 برجع أرجوح تطلع 28.5. هاي السنتر على 28.5 بالضبط. الأدوات المستخدمة: مفة، سدة، برغي عشان نستخدمه كسنتر. استفدنا من قطر المفة اللي هو بيعبر عن قطر كوع الزاوية 90 لأنهم نفس القطر. رح نشتغل طريقة حساب المثلثات بدون الليزر. نفرض المطلوب منا سنتر صرف المرحاض على 30 سنتي، هذا رقم عشوائي عشان نفهم الطريقة بس. أنا عندي من سنتر الصرف للمرجع 66 سنتي، وعندي 3 سنتي من المرجع لوجه البلاط، بدك تجمعهم مع ال 30، يعني 33 ناقص 66 33. زي ما حكينا أول شيء نموذج الزاوية 90 ورأسين المثلث. هاي جزء من المفة هاي عشان تساعدني في إيجاد الزاوية 90. بحاول أزوي وعاير مع القطعة اللي فرجتكم إياها، بعلم أنا هاي علامي. بما إنه المسافة من السنتر لرأس المثلث 33 سنتي، بعكسها عشان أوجد رأس المثلث الثاني. خلونا نعلمها هاي الزاوية 90 تاعتي، وزي ما اتفقنا سابقا هذا رأس المثلث. رأس المثلث راح يجي هون. في طريقتين عشان نجيبه. هاي الماسورة تقريبا وظيفتها انتهت، اوجدنا الزاوية 90، اوجدنا موقع رأس المثلث. راح افكها. وين راح يكسر مرجعي؟
انت بدك توجد مرجع. هاي الماسوره هي المفروض سنجل ستاك سيستم هون في تي، لانها هاي ثابته ما راح تتحرك. خلص بعتبر هذا مرجع. رئيس المسافه من هون لهون 41.5، كون معلم مسافه التشريكه لو ركبت انثى وين بتنتهي؟ راح تنتهي هون. عندنا هاي المسافه معروفه كم؟ 41.5 اللي هي من المرجع لهون زائد مسافه التشريك وات ايفر قديش، وركبنا الماسوره لهون راح يطلع غلط. ليش؟ لانه هاي نهايه الماسوره مع راس المثلث. انا بدي لا راس المثلث مع راس المثلث. عشان تزبط بطرح المسافه هاي من السنتر لنهايه الماسوره ناقص 1 سنتي. يعني عشان يكون مثال كامل، مثلا انا عندي 41.5، مثلا مسافه التشريك طلعت معي 5 سنتي، حتطلع 46.5 ناقص 1 عشان السنتر يركب على السنتر، حتصير 45.5. ثبت راس المثلث من المرجع اللي فرضناه 41.5 وبقيس المسافه، مسافه التشريك زائد من المرجع للنهايه محل ما انا فرجيت كل علامة. هسه احنا معانا المسافه من الزاويه 90 لراس المثلث اللي هي كم؟ 33. عشان اوجد الوتر راس المثلث الثاني حتكون 33 ضرب 1.414 تطلع 46.6 اللي هي من راس المثلث الى راس المثلث. ممكن تعمل هيك، تفتح 46.6 من راس المثلث لراس المثلث 46.6. بدنا نطرح منها الاجسام الثابته. انا عندي هذا جسم ثابت ما بدخل فيه ماسوره، وهنا جسم ثابت ما بدخل فيه ماسوره. نطرح المسافه هاي ناقص نصف القطر، او بقيس المسافه هاي وبريح راسي. طلعت معي 27 سنتي. نجمع المسافه من المرجع للجدار انا عندي كم؟ 4.5. ومن المرجع للسنتر 33 يا 37.5. هاي 37.5 في السنتر وممتاز.